الجانب التشريعي والقانوني نحن متقدمون ومتقدمون كثيرا، ونحتاج إلى مسايرة هذا العمل. ومطلوب من بناتي وبنائي الأطفال أن يستمروا في الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها. والجلسة هذه تعبر كما قال السادة الوزراء والسيدة الوزيرة من قبل، تعبر عن الإرادة السياسية الواضحة التي لا شك فيها بأننا ندعم هذا التوجه، وحريصين كل الحرص على إنشاء البرلمان الطفل الجزائري، وحريصين كل الحرص على أن تكون لهذا البرلمان مدرسة لتعلم والتدرب والتدريب على الديمقراطية والممارسة الديمقراطية.